انا شنو بغيت نوصل لكم بان انا متضرره، لا انا لا ولادي، عندي النساء اونديكابي، عندي الوليد صغير، واكلي العصا كي كنسيق دابا بحال اللي عمري سيقت. السراجم تاعي اقسم لك بالله الى السراجم كاملين كيبقاو مسدودين كي ليل كي نهار، اما نطلق لاكليم اما نجيفو، حيت الى ان فوا كنحل السرجم كلشي الرماد كيدخل، الكحوليه الرماد بحال اللي كتجيب شي غربال وكتبقى تغربل ديك الشيء. هنا وريت لكم بروف، ها انت الشيء مسحت ياك، عاد سيقت البارح ولقيتيني هزه باش غنسيق والو. حنا متضررين، السيده كبيره جارتي والله الا عندها ديك ديال لاباري دلوكسيجين باش هي ديجا مريضه وكتزيد حتى هي. اذا هادشي راه ماشي معقول، حنا ما كنطلبوش باش يتحيد هاد المعمل ولا شي حاجه، ولكن يديرنا الحل، حيت دابا ولينا كنشوفوا الصحه ديال ولادنا والصحه ديال المواطن هو الاول على اي واحد، كيما بغى يكون المصلحه ديال اي واحد كنشوفوا الصحه نتاعنا، حيت لا طحتي راه ما كاينش اللي غادي يعقل عليك، ما يعقل عليك لا هو لا واحد اخر. نيشان الصراحه انا مي غادي نطيح وندي ولدي للسبيطار، خصك تهزو لاكلينيك حيت السبيطار تما خويا غادي تبقى، ومي غتمشي لاكلينيك خصك تجبد، وشكون اللي غادي يسهر وشكون اللي غادي يربي وشكون اللي غايقابل الدار وشكون اللي غايقابل الراجل. حنا كنطلبوا من جميع المسؤولين باش يجيو يديروا لنا شي حل، يخدم على راسه الله يعاونهم، حتى هو هز عائلات الصراحه، ولكن يديروا لنا شي حل. حنايا ديك الرماد وديك الغبره انا حاليا من سكنت هذه عندي 11 سنه وانا ساكنه هنا، الصراحه من سكنت كان شويه دخان ولكن ما كانش بحال هاد، ما كانش هكا، ما كانش بهذه الدرجه كاع هاد العمايل الاخرى كاع، زاد 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 بزاف. واش الماكن قدامه واش شي حاجه؟ العلم لله. ولكن شتي البارح اخويا انا كنتغدى عندي الكوزينه كطلل على البالكون، عرفتي والله العظيم الا بالنهار مع ديك جوج ولا ثلاثه كنشوف ديك الشيء بحال اللي كيصوت هكا في الكحل. حنا راه ما مرتاحينش في ديورنا، حنا ديما خارجين على ديورنا وديما كنضيعوا في الماء باش نسيقوا ليل ونهار، وداك الشيء راه مزري. راني فت هضرت مع الصحافه كنشكرهم من هذا المنبر، ولكن انتم دابا جيتوا كتشوفوا بعين المكان اننا كيفاش عايشين، هذا هو السطح ديالنا المتنفس الوحيد اللي كنتنفسوا منه حنا وليداتنا والجيران مساكن عندهم الولاد الصغار، انهم كيبغيو يلعبوا هنايا ونفرشوا غير شي ملايين، انا نشربوا كويزداتي ولا شي حاجه، حنا محرومين اسيدي من هذا الشيء، وحنا ما كنطالبوا حتى حاجه كنعاودوها ونقولوها. حنا الوزين ولفناه حدانا، حنا بشحال هادي بنهار انا اللي حليت عيني كنعرف هاد الوزين راه وحدانا، حنا مولفينو، ولكن حنا غير الضرر وصحتنا. انا كبيره في لاج يعني كنتخنق يوميا، كنتخنق وانت جيتي وشفتي، ما يمكنليش نعيش انا في هاد الشيء، ما يمكنليش انا في مكان غادي خصني ندير الاكسجين باش نتنفس، ما انا امراه كبيره وداري خصني نسيقها خمسه د المرات ولا سته، واش انا عندي الجهد دابا اللي غادي نسيق خمسه د المرات ولا سته؟ ما بقاليش الجهد. يعني هادشي اللي كنطالبوا، حنا ما كنطالبوا حتى بحاجه، حنا لينا الشرف راه حدانا هاد الوزين، ولكن الضرر اللي ما بغيناش غير على الدخان اللي ولا يبدا يرخي، وما كانش كيرخي شحال هادي.